الآن يعود لنا مراسلنا أيمن الثبيتي من مكة المكرمة. أهلا بك أيمن، كيف هي الأوضاع لديك في مكة المكرمة بشكل عام؟ حركة الناس خصوصا مع التصريحات والتوجيهات بالبقاء في المنازل. نعم، أحييك إبراهيم وأحيي كافة متابعي قناة الإخبارية، وأنا أتواصل معك من هنا من العاصمة المقدسة، تحديدا من جوار الحرم المكي الشريف. هذا الحرم الآمن قبلة مليار ونصف المليار مسلم، نسأل الله العلي القدير أن يحمينا من هذه الجانحة التي اجتاحت العالم، أن يحفظ البلاد والعباد. نتحدث اليوم إبراهيم وللمتابع الكريم من هنا، حيث جميع الإجراءات التي اتخذتها كافة الجهات التي تقدم كل ما لديها من تعليمات مباشرة يتقيد بها المواطن والمقيم. شعار كلنا مسؤول اليوم يفعل بطريقة كبيرة جدا لدى المواطنون هنا في العاصمة المقدسة، التقيد بالتعليمات، التقيد بكل ما تصدره الجهات ذات العلاقة. أنا أتحدث إليك إبراهيم من المنطقة المركزية، هي تعتبر من المناطق الحيوية جدا أثناء تواجد المعتمرين وتواجد المصلين وأيضا تواجد مرتادي الحرم المكي الشريف. اليوم هي خالية هذه المنطقة المركزية، والتي تعتبر من أهم الأحياء التي تعج بالطائفين والمصلين ومرتادي الحرم المكي الشريف. كما تشاهد الكاميرا على امتداد شارع إبراهيم الخليل، وهو يعتبر من الشوارع الحيوية التي تحيط به جميع المنشآت الفندقية. اليوم هذه المنشآت الفندقية لا يوجد بها نزيل، جميع المحلات داخل تلك المنشآت الفندقية هي مغلقة بالكامل، فبالتالي هناك تقيد كبير جدا بجميع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة وتصدرها أيضا الجهات العاملة هنا في العاصمة المقدسة. أيضا اليوم المواطن والمقيم يسجلون أروع الصور للتقيد بتلك التعليمات. نعم إبراهيم. أيمن، يعني لعل هذه اللقطات التي أوضحتها لنا أنت والزميل المصور مشكورا، هي فعلا يعني لقطات لعلها أثرت في كثير من المسلمين حول العالم، يعني لم يتعودوا على مشاهدة الحرم المكي أو المدني وهو خالي تماما من الزوار والمعتمرين والطائفين. يعني مثل هذه المشاهد قد تكون خالدة عبر التاريخ، ولكن هنا نقطة مهمة، هذا كله احترازيا، هذا كله لسلامة الناس، لسلامة المسلمين، وحرصا عليهم من انتشار هذا الفيروس الذي لعل يعني من أكثر ما يميزه للأسف سلبيا أنه ينتشر بشكل سريع جدا. نعم، اليوم التأثير إبراهيم هو تأثير إيجابي على جميع المسلمين في أقطار العالم الإسلامي. المملكة العربية السعودية اتخذت هذه التدابير، وخاصة فيما يتعلق بتعليق تأشيرات العمرة وقدوم المعتمرين إلى البقاع الطاهرة والمسجد النبوي، هو للحفاظ على سلامة المسلمين وللحفاظ على سلامة المعتمرين بالدرجة الأولى، وقاصدي أيضا الحرمين الشريفين. اليوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعبر منصة تويتر تدعو المصلين إلى البقاء في المنازل وعدم تواجدهم في المصليات المحيطة بالحرم المكي الشريف أو القدوم إلى المسجد الحرام. فبالتالي جميع الجهات ذات العلاقة والتي تتصل اتصال مباشر بالحرم المكي الشريف هي تعمل على أو تدعو على بقاء كل أهالي العاصمة المقدسة في منازلهم وعدم الحضور إلى المسجد الحرام، لأنه جميع الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف لا توجد بها الصلاة. فبالتالي هو الدور دور مجتمعي كبير جدا لكي نفعل جميع التعليمات التي تقدمها وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة. شكرا لك أيمن، وأكيد ننصح الجميع بالتقيد بالتعليمات وبالتوجيهات لسلامتهم دائما، وبإذن الله ندعو الله عز وجل أن يكشف لنا هذه الغمة. شكرا لك أيمن الثبيتي، مراسلنا من مكة المكرمة على كل هذه التفصيلات.